هلا واني شكون حبايبي، شلون صح الاحوال؟ ان شاء الله كله بخير وتمام والعافيه. اليوم راح اسوي لكم كليتشة العيد. طبعا الكليتشة انا جدا جدا متميزه بيها وكلش عندي طيبه، واذا سويتوها راح انطيكم جارنتي بيها، ما راح تيبس عندكم حتى لو تبقى شهر. هسه نبدي اياكم حبايبي بطريقه العمل. بدايه اخذ كوب واحد من المي الدافي قليل، واضيف له ملعقه صغيره من الخميره الفوريه، اتركهم مده 5 دقائق. بعد ذلك راح نرجع على الطحين. ادي هذا نوعية الطحين اللي استخدمه، اخذ من عنده 6 اكواب من الطحين، 6 يعني، واخذ ملعقة كبيرة من الهيل المطحون وملعقة صغيرة جدا من الملح. اخلط المواد بهذا الشكل. هسه عندي اخذ الزبد. الزبد هنا بداية اموعه على نار، بعدين ابرده واطلع اي سوائل موجودة به، حتى شنو احافظ على كليتشة مصر عندي لينة. كل ما كانت العجينة قوية عندكم، كل ما كانت الكليتشة جدا طيبة بالأخير وما راح تيبس وتبقى محافظة على هشاشتها. هنا أنا أخذت من الزبد 1.5 كوب، 1.5 كوب زبد، وأضيف له 0.5 كوب من الزيت. هاي شوفوا عيني، هاي المقادير امشوا عليها كلش راح تبقى عندكم يعني الكليتشة محافظة على شكلها وعلى هشاشتها وما راح تيبس أبد أبد ما تيبس عندكم. راح اسوي طريقة الفت بهذا الشكل، وشوفون تلاحظون شلون الطحين يلتم عندي باليد كأنه ما يصير عجين. راح اضيف له هنا الخميرة اللي خمرناها اللي بيها 1 كوب من المي، ومثل ما تلاحظون العجينة تشوفوها شلون قوية. اذا احتاجت مي اضيفوا لها 3 ملاعق كبيرة من المي اذا احتاجت، بس حاولوا دائما العجينة تكون عندكم خفي، العفو العجينة تكون عندكم قوية يابسة، يعني مو لينة. إذا كانت لينة راح تصير عندكم الكليتشة بعدين يابسة تيبس. راح أغطيها وأتركها مدة 1/2 ساعة. هنا أنا عندي أحضر وياكم الحشو. عندي هنا أنا حشو جوز الهند والجوز والحشو التمر. طبعا أنا أحب التمر بس راح أسوي لكم هذني نظرا على طلبات بعض المتابعين، طلبوا من عندي بعض الحشوات، فهاي الحشوات هسه راح أبينها لكم. أنا أخذ مبروش جوز الهند، راح أضيف له حليب مكثف حتى على مود ينعجن عندي أكثر، وراح أضيف له نكهة الفانيلا. بعد ما صار عندي بهذا الشكل راح أكونهم على شكل دوائر طوابات، هيك يصير هذا شكلهم يصير زين عيني. وهنا عندي الجوز، هنا أبين لكم عدة طرق بتكسير الجوز، أما بالسكين أو بهذا الكيس أخليهم وأضربه بالمدقة الخشبية. أو نستخدم الشيبك، أنتوا أي واحد متوفر عندكم سووه. هسه راح أضيف له ملعقة كبيرة من الدارسين أو القرفة مثل ما يسموها الدول العربية، ونضيف له ملعقة كبيرة من الهيل المطحون وملعقة كبيرة من السكر. أخلطهم مواد بهذا الشكل. وهنا راح اضيف ملعقتين كبار من الشيره او عسل، او ممكن حتى تستخدمون الحليب المكثف يعني يصير. هسه صارت عندي الحشوات جاهزه، هسه راح نبدي نبلش بعمليه اللف. طبعا بعد ما اختمرت بعد مرور 35 دقيقه، لاحظوا حبايبي هنا الطرق اللي راح اسوي بها اشكل بها الكليتشه. راح اسوي لكم عدة تشكيلات، انتو اي وحدة من عندكم تعجبكم يعني تسوونها، كلهن يعني تشكيلات ما يحتاج لها قالب.
وهنا عندي هذا الشكل الأخير. راح أستخدم اليد مات المكسر يعني اللي نستخدمها بالخلاط الكهربائي. صير عندي هيك نقشة حلوة. أنتوا أي شيء متوفر عندكم يعني ممكن تستخدموه، مو إلا قالب. شوفوا عيني شلون صار حلو. وهنا راح أخذ صفار بيضة واحدة وأضيف له حليب سائل وقليل من الفانيلا، أطلع الوجه بهذا الشكل. وراح أدخلها من الفرن على درجة 200 أو 250، تبقى تقريبا مدة 15 إلى 20 دقيقة. أنتوا بقوا متابعتها إلى أن يعني تستوي. وأهم ملاحظة همتين الكليتشة حتى ما تصير عندكم كلش يابسة، لا تخلوها زايد يعني لا تخبزوها زايد بالفرن. بس تشوفون لونها تقريبا صار على سمار قليل، رأسا أطلعها، لا تخلوها زيادة يعني بالخبز، كل ما تخبزوها زايد تيبس عندكم أكثر. هذا الشكل النهائي حبايبي، إن شاء الله تنال رضاكم وعجابكم.